بالفيديو ريم في السبيطار كيف ما كتشوفوها متتبعينا الكرام عجاتها الصدمة وما تقبلاتش الهضرة اللي قالت عليها جوزتها باللي هي ماشي فياج وباللي كدير علاقة مع المخرج ديالها وباللي هي سحارة. هاد الهضرة دي كاملة طلعت لها الطونسيو وهي طيح في الزنقة احتزوها الناس وداوها للمستشفى. كيف ما كتشوفوها متتبعينا الكرام هاد السيدة هادي اللي كدوز واحد الفترة اللي هي صعيبة كيف ما كتشوفوها متتبعينا الكرام سيدة راها في المستشفى الناس برا يعني ماشي الأغلبية ولكن كيتهموها باللي هي يعني اللي خطات باش تصفيها تراجلها. كاينين شي وحدين كيقولوا دارت له هكا باش دي الورث ودي الدار اللي سمع هذا الورث يسحب وراه وارث الأراضي والفيلات وهو عنده غا برطمان. هنا كيخرج بتصريح ديال أب ديال الضحية وكيقول باللي داك البرطمان ما مكتوبة في المرأة الأولانية اللي طلقته الأولى يعني ما عندها مدي من عند هاد السيد هذا. كل واحد وشنو كيقول السيده ما تقبلش هاد الهضره هو يطلع على الطونسيو وهي دابا راها في المستشفى. المتتبعين الكرام دعيو معها بالشفاء العاجل. هاد السيده اللي ما دارت لا بيد ديالها برجليها وكلشي تلبق فيها كيف ما كتشوفوا التصريح ديال العائله الضحيه كلشي كيلصق فيها. هي اللي دوزت مع الطريق هاد السيده هادي كتسحر له هاد السيده هادي بغاتو على فلوسو يعني كتشوف اتهام او اصبع اتهام كامله موجهه لهاد السيده مع العلم باللي هاد السيده هادي غادري ويشو حشوميه وسكوتيه. والدليل على هادشي ما كتخرج حتى هي تنطح في التصاريح. السيده ساكته وجاتها الصدمه ومن بعد الهضره والضغوطات السيده مشات للمستشفى كيف ما كتشوفوا المتتبعين الكرام. وزادت كملتها مشات عند العجوزة اللي عندها تمايا وبدات كتبلبلها معاها باللي خاصها ترجع حق ولدها حيت هي السبب في هادشي هذا كامل. كوكا ما تزوجهاش كوكا ما داش اللي فراسو تزوجها كاع ما يوقع له هادشي ربما والله اعلم. حيت هاد القضيه ديال هدرين فكري فهي صعيبه بزاف وباش شي واحد يعطيك راس الخيط اللي هو حقيقي فامبوسيبل. هادشي علاش الحل ديال هاد القضيه هادي فصعيب بزاف واي واحد وكيقول الهضره بحال الاب ديال الضحيه عفوا كيف ما شفتو متناقض في الهضره ديالو. مره يقول الهضره مره يتراجع عليها مره يقول له انا اللي عطيتو الفلوس باش شرا هاد البرطمان مره يقول له انا عنده سونتر دابيل كان خدام فيه ولا جيتي في الحقيقه راه داك سونتر دابيل راه ديالو باش كيقوم بالعمليه ديال صبيه الاموال باش كيجيب يعني فلوس المخدرات وهادشي هذا يعني نفاه الاب ديالو باللي راه خدام غا هكاك. كيفاش خدام غا هكاك السيد ما عنده حتى شي خدمه منين كيجيو هاد الاموال هادي يعني القضيه راها باينه كيف ما كتشوفوا متتبعينا الكرام. ولكن الاب ديالو كاين فيه هادشي وكيقول انا ولدي كان مزيان والعلاقه يعني مع هاد التيربو هذا شنو هو السبب الخصام ديالو على حسب التصريحات ديال الاب ديالو باللي كان جالس ولده في واحد البار وجا عندو التيربو وبداو يعني مشادات كلاميه شيء اللي بقى حالف فيه التيربو. ولكن راه هادشي هذا وقع قال لك قبل بشهر يعني قبل بشهر جا عند الاب ديالو وحكى له باللي راه دابز مع التيربو. عاوتاني هضره اخرى كتقال باللي الابن باللي الدريده هذا يعني كان خدام نتوما راكم عارفين خدام في هادشي في الممنوعات وكان كيسال شي فلوس لاصحاب اصحاب التيربو ومن يطلقهم في البار وقال لهم عطوني فلوسي ناضو داروا له هذه الفعله يعني ناضو داروا له هذه الفعله قال لك صفيوها له. وعلى حساب عاوتاني تصريحات الاب فقال لك هادو اللي صفاوها له فراه هاجروا للديار الفرنسيه يعني في نواحي ديال فرنسا يعني مشاو راه بقاو اللي طلبقات لهم بقى مثلا اللي كرا الطوموبيل مول لافاج كيفاش مول لافاج كتشوف فيها الدم وانت كتغسلها انا ما فهمتش انا هاد مول لافاج هذا يعني واحد اللي كان مضروب راه نتوما راكم عارفين على الاقل راه يسير شي 3 يطرو ولا 4 يطرو ديال الدم يعني الكوفر والكوسينات راه كلها يكونوا دم. كيفاش هاد مول لافاج دخل عندو قال له غسل لي الطوموبيل عرف فيها الدم يعني كاين اثار ديال الدم كيف ما بغى يكون هذا الدم هذا ما يمكنش السيد يكون تما مثلا ذبح حوليه ولا ذبح الدجاج ولا شي حاجه ما يمكنش. اذا الدم راه باينه واقعه في هذيك الطوموبيل شي حاجه ناطين حتى دوره معاه وهذاك المسكين ذاك الخدام راه قال له المعلم راه فيها الدم قال له راه فيها الدم قال له الاخر لا صافي غسلها. وبالفعل قام بغسل هذه السياره اللي تهزت فيها الجوته ديال رضا الله يرحمه ومشات تلاحت وتصوروا متتبعين الكرام. اذا هاد الناس هادو هاد الناس دابا حنا نهضروا في واحد الجانب اللي هو جانب انساني
هاد الناس هادو راه ماشي انسان، يعني ماشي انسان طبيعي باش انت تقوم بهذه الفعله وتمشي وديرو في ميكا، يعني تم التقطيع ديالو، تم التقطيع ديالو الى نصفين، وكل جزء تلاح، يعني كل جزء تلاح. هذا شيء يعني كيف ما حنا كنقولوا خطير، خطير هذا الانسان هذا اللي بقى في المجتمع المغربي. وحنايا كنعرفوا بلي المجتمع المغربي احسن مجتمع، فهاد السيد هذا كيتسمى بحال فيروس، بحال فيروس، وينشر لنا الفيروس. الحمد لله، تحيه لرجال الامن خاصه اللي شدوا هذا المتهم هذا باش ما ينشرش الفيروس ديالو، يلوح يعني بحال راس فيها الدبانه، ويقوم بالتقطيع ديالو، ويقوم يعني بتفريقه يعني في اكياس بلاستيكيه، وبدا كيلاوح، بدا كيلاوح في ديك الواد، في ديك الواد حتى شي نص ما لقاهوش، حيت صافي الواد بقى دايو راه شوفين دخل في شي مجاري ولا شي حاجه، لاقاو يدين والفخادو، يعني ما لقاوش بزاف مثلا. يعني هذه جريمه صعيبه، صعيبه، يعني هذه انا كنصنفها من اخطر الجرائم سنه 2024، وهذه راه حقيقه، حقيقه. شحال من جريمه انا كنقول لكم، سيد قرد مراته دايره في برميل، سيد قرد صاحبه، وانتم كتقولوا وايلي هادشي غا كدوبيه، وها هي مباشره معاكم، ها هي كاع دارت بوم، راه العالم صقلها الخبار، ها هو قردوا صاحبهم وداروا في ميكا ولاحوا في الواد. يا الله، هادي هانتوما مباشره معاكم، للناس اللي كتكذب القصص الواقعيه، حنا راه حنا المصداقيه، المصداقيه 100%. وكيف ما كتشوف هنايا القضيه اللي كتكون دايره يعني ضجه، راه كنبقاو متبعينها. القضيه اللي كتكون يعني مخفيه وكانت قديمه وقعت في السبعينات والثمانينات، راه حنايا كندوزوها لكم وما كنبقاوش نديرو فيها الركاكه كيف ما درنا في هذه القضيه هذه. بحال هذه القضيه دي صعيبه، النص شاك باللي ريم عندها علاقه مع هادشي، والنص شاك باللي ريم ما عندهاش علاقه مع هادشي، انا مع ريم ما عندهاش علاقه مع هادشي، بوان فينال. وكاين اللي كيقول لك لا اخويا ريم راه هياك، وكانت وهي عرفته بزناس لاش باقا معاك، وكتعرفاتو بزناس ما تطلقوش، يعني كل واحد عنده الراي، الراي ديالو، وحنايا كنحترموا الاراء كاملين كنحترموهم، ولكن الحاجه اللي هي باينه واضحه هتربو هذا، ما يمكنش سيد تهزوويه في البار كاع يمشي يدقو كاع يدير له تهزوويه في البار غينوضي يصفيها لي، او يعني هاد العصبيه دي كامله، لا ما يمكنش. اذا راه بيناتهم شي حاجه، بيناتهم شي حاجه، ما تقوليش بيناتهم شي حاجه اللي حتى العائله لا لاحظتوا العائله ديال الضحيه ديال رضا ما بقاش كتخرج، يعني ما بقاش عرفت راسها زبلتها، ما بقاش كتخرج، حيت كل مره كتخرج وكتقول هضره، ما بقاش كتخرج للمنابر الاعلاميه وتقول عاوتاني شنو وقع وشنو دار وشنو فعل. كيف ما لاحظتوا المتابعين الكرام، ما بقاش كتخرج. كيف ما شفتوا ريم عاوتاني فكري، هذيك كانت مصدومه، مصدومه غولي، انتما كتشوفوا راجل شنو وقع لها، كتشوف بلي حياتها ديالها دمرات، السيد اللي كتباغاه وبغات يعني تولد مع وليدات ها هو طار، في حين العائله ديال راجلها كامله ما كتحملهاش، كامله ما كتحملهاش، وكتقول هي السباك وغادي تزوجها في موقع جوج هادشي وهادي 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 وهادي.